شو؟ وين سرحانة؟ اللي بشوفك هيك بيقول انه كنتي ربحانة باليا نصيب، بعدين لغوا السحب ورجعوا عادوا بشكل سري. أمل؟ شو يعني النصيب؟ ما بعرف، يمكن صدفة، الاحتمالات، يعني شغلتين بيجتمعوا بدون سبب. أو لا، ليش بدون سبب؟ سبب يعني مثلا شلون كنت بدي اتعرف على حسام لو ما قعد بالكافيتيريا ورحت على الجامعة؟ وشلون الواحد بده يربح يا نصيب اذا ما سحب بطاقة؟ ما بعرف، بس ليش هالسؤال؟ كنت عم فكر هيك بحياتي، مو بس بحياتي، كنت عم فكر بحياتنا كلها. قصدك نزيه؟ نزيه وحسام أو بابا وماما وكلياتنا. ما فهمت. أنا بس بدي أفهم إنه ليش هيك حياتنا مركبة؟ ليش في شيء مفروض علينا دائما نصيب؟ هيك الحياة؟ لا مو هيك، ما لازم تكون هيك. إيناس حبيبتي، أنت رومانسية زيادة عن اللزوم. خدي مثلا نزيه، بتعرفي اني بشوفه مسكين؟ مسكين؟ يا الله ياخده. انا فعلا بشوفه مسكين لانه انحط بظروف مو انسانيه ابدا. نزيه مسكين لانه خسرك وبس، والا هو بده تكسير ايدين. على القليله تركك مشان يروح يتجوز وحده غنيه. هذا حديث ثاني، بس هو فعلا انحط بظروف سيئه، واللي بينحط بظروف سيئة كيف ممكن الطالبي يكون بمواصفات إنسانية كاملة؟